ما زالت دائرة التدخل التركي في شؤون البلاد العربية وتهديدها للأمن القومي تتسع، حيث أكدت تقارير صحفية عدة أن تركيا تستعد لإرسال مرتزقة صوماليين إلى غرب ليبيا. وذلك لدعم ميليشيات السراج والجماعات الإرهابية المتحالفة معه وللمشاركة في المعركة التي تقرع أنقرة قبولها. تركيا لم تراعي عذابات وفقر ومجاعة الصومال. حيث دخلت إلى هذا البلد العربي الإفريقي لتستغل الفوضى العارمة فيه تحت ستار جماعة الإخوان الإرهابية، لتقوم باستغلال ثرواته. وكغطاء على مساعي تركيا الإرهابية تقوم تركيا بتخريج ما تسميه بقوات مشاة صومالية في العاصمة مقديشو، حيث تقوم نخبة من قوات المهام الخاصة في الجيش التركي بتدريب المرشحين لنيل رتب ضابط وضابط صف في الجيش الصومالي فضلا عن العديد من المقاتلين غير المنتمين للجيش النظامي او ما كان يعرف بالميليشيات او المجموعات الارهابيه الصوماليه وسبق ان حذرت دراسه فرنسيه مؤخرا من ان الرئيس التركي رجب اردوغان يسعى لدخول القاره الافريقيه من بوابه الصومال، البلد الذي مزقته حروب اهليه على مدى ربع قرن. مشيرة إلى أن أردوغان يبحث عن تفويض لبلاده بالقرن الإفريقي. كما كشفت دراسة أجرتها مجلة الإكسبريس الفرنسية أن أنقرة قدمت الدعم المشروط للصومال في مواجهة المجاعة التي ضربت البلاد، للاستفادة من نفط وغاز وثروات لم تستخرج بعد من سواحل الصومال الأطول في القارة الإفريقية. وسبق أن حذر خبراء أوروبيون من أن ما يخطط للصومال من قبل تركيا وقطر هو أن يكون حاضنة للإخوان والإرهاب في العالم كله، ويرى محللون السياسيون أن التقارب القطري التركي وخصوصا في أعقاب المقاطعة العربية للدوحة يتم استغلاله لمصلحة جماعة الإخوان الإرهابية في الصومال والقرن الإفريقي. وأقامت تركيا في الصومال أكبر سفارة وأضخم قاعدة عسكرية لها خارج حدودها بكلفة 50 مليون دولار كما يردد المجندون الصوماليون بعد نشيد بلادهم في الجمع الصباحي نشيد القوات الحربيه ومعزوفه ازمير العسكريه التركيه لتتضح المخططات التركيه الارهابيه في البلدان العربيه والافريقيه